مشاهدينا المحترمين في كل مكان، أنتم الذين اخترتم قناة المعرفة لمتابعة برامجنا المتنوعة والثرية بإعلام علمي معرفي جميل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج أختبر معارفي، بتوليفة أكاديمية ثقافية فنية سنعيش هذه الحلقة على مدى ساعة من الزمن. في هذا العدد أسعد باستضافة طلبة جزائريين وفنانين جزائريين يختبروا المعارف حول عديد الأسئلة في عديد المجالات. في هذا العدد أسعد باستضافة طالب جزائري من جامعة الجزائر الثلاثة من كلية التسيير واقتصاد، ناشط على مستوى الحركة الجمعوية ومواقع التواصل الاجتماعي لمحتوى علمي معرفي كيف تتعلم اللغة الإنجليزية. حاضر معنا اليوم الطالب عبد الغني كروي. أهلا وسهلا. أيضا يحضر معنا طالب من المدرسة الوطنية العليا للمانجمنت وناشط على مستوى المدرسة الوطنية العليا للمانجمنت في نادي الكفاءات. حاضر معنا اليوم محمد الأمين سليماني. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. لتوليفة علمية معرفية ثقافية نستقبل اليوم فنانين جزائريين ساهموا في تأثيث المشهد الفني والثقافي الجزائري بتحف فنية جميلة. أسعد اليوم باستضافة فنانة جزائرية صاحبة ثلاث قبعات، المسرح، السينما والدراما. ما إن تشاهد لها مونودرام أو مسرحية حتى تذوب في تفاصيل تقمص الدور وتجد نفسك تتابعها أمام شاشة السينما لتطرح السؤال كيف لها أن تتقمص هذه الأدوار لتجد الإجابة في المسلسلات الدرامية. الفنانة المثقفة ريم تاكوشت حاضرة معنا الليلة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أيضا تحضر معنا فنانة جزائرية تشتط الكثير في مسارها ومسيرتها بخطوات متثاقلة ثابتة فنية أصيلة. الأكيد والمؤكد أنها حجزت لنفسها مكانا في المقدمة مع كبار الفن الجزائري كيف لا، وهي التي تتقمص الأدوار في الأعمال الدرامية الجزائرية وتذوب في ذلك الدور لتخطف الأبصار والأضواء. من باهية الجزائر وهران الجميلة حاضرة معنا اليوم هيفا رحيم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ريم تاكوشت مساء الخير، أهلا وسهلا وشكرا على تلبية الدعوة. شكرا. شكرا لكم انتما، مساء الخير وإن شاء الله نكونوا خفاف وظرف. أهلا وسهلا. مساء الخير عبد الغني، أهلا وسهلا شكرا على تلبية الدعوة. شكرا لك على الدعوة أخي وليد، وشرف كبير لي في قناة المعرفة. أهلا وسهلا. هيفا رحيم مساء الخير، أهلا وسهلا وشكرا على تلبية الدعوة. مساء النور وشكرا على الاستضافه، ان شاء الله نقضوا وقت ممتع. اهلا وسهلا. شكرا. محمد امين سليماني مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء الخير ليك. مساء الخير على الجميع. نشكرك على الدعوه، ان شاء الله نمضي اوقات ممتعه معك ان شاء الله. اهلا وسهلا، شرفتوني. ابدا معك ريم تاكوشت. بين المسرح، السينما والدراما، ريم تاكوشت اليوم ماذا تقول؟ وين تلقى روحها؟ الحاجه المليحه انه المسرح والسينما ولا الدراما كل حاجه تتميز، ولا رحنا المسرح تتميز على الخشبه ويكون من الجمهور انا نقول له ديريكت، وهذا هو اصعب امتحان بالنسبه للممثل المتكمل. السينما هي كذلك صعبه لانها تعتمد كثيرا على الاحساس، اذا ما كنتش صادق في الاحساس تاعك الملامح الكبيره معناتها في وجهك الملامح تبيعك. التلفزيون هي الشاشه اللي تدخل في البيوت العائلات اللي يحبوك ولا ما يحبوكش بطبيعه الحال، وهذه حلاوتها. اذا كل ما نروحوا للمسرح ولا السينما ولا التلفزيون كل واحد فيها عندها الشارم تاعها، عندها الجماليات تاعها. اي سي سا. انت اليوم شكون اللي تشوفيها بوكو بلوس ريم تاكوش تمشي معاها، المسرح، سينما، دراما؟ كوني قطعيه. قطعيه نحب المسرح. المسرح لانه المسرح سي الاكسجين تاعي. لازم نشوف الجمهور قدامي، لازم هو اللي يعطيني الطاقه باش نقدر نجسد في اذا كان في السينما او التلفزيون. انا نقول المسرح هو الشعب لو ديريكت، السينما هي العالميه، والتلفزيون هو الشعب تاعنا الجزائري اللي ندخلوا له في البيوت. وجنون الجنون الفني المسرحي حاضر معنا اليوم سيدتي سادتي في الكاس اللي أصرت أنه يرافقها اليوم في الحلقة. هيفا رحيم، اليوم البدايات جميلة، المسار جميل، تذوق الفن المسرحي والإبداع رائع،
قلت أنه تشتط الكثير اليوم في مسيرتها ومسارها. اليوم هيفا رحيم، ماذا تقولين عن نفسك كهيفا رحيم فنانة جزائرية؟ أنا ما قد نقول والو على نفسي، مهما أنا الحاجة اللي نقولها على نفسي نقدم من توجور نخير حاجة اللي هي تقد تفيدني وتقد تزيد فيا ولا في المسيرة تاعي. دونك على هذه نكون حريصة في بالك اختيار بعض الأعمال، مي ما نقدش نقول حاجه على روحي، نخلي الناس هي اللي معليش خليني نسهلها لك. هذاك هو هذيك الحاجه المليحه اللي نحس بها بكوكوس. خليني نسهلها لك، انا كمشاهد لمسلسل ليام في لقطه وين قعدت نشوف في تفاصيل المشهد وتفاصيل اللقطه، انت تحبطي في الاسانسور مع فوزي بن ابراهيم خارجه من العياده، تجي فضيله حشماوي داخله اللي هي لعبه دوري ماك، ومن بعد تطيح سكتة قلبية. الدورة اللقطة هذيك إلى أي مدى تشوفيها أنها أثرت فيك وإلى أي مدى تذكريها؟ أثرت فيها بزاف، باسكو هذيك اللقطة صعيبة من أصعب اللقطات، باسكو الإنسان كي يواجه الأم سي مالغري كو هو تمثيل زعما بالنهاية فقط تمثيل. صحيح. لكن حطيت روحي في 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 مكان الناس اللي عاشوا هاد لي سيتياسيون هاد المراحل في حياتهم. انا بنفسي وليت نرجف، وليت خفت او بوين كو قعدت نقول او سي با فريمون، ماشي حاجه سهله تعيش عفسه كيما هذه. دونك مشهد مؤثر، مشهد مؤثر، انا بوما مشهد مؤثر بزاف. ريم تاكوشت مسرحيتك اش قلتي لي اسمها؟ طاح راح قرنصه هو رابع اخراج بالنسبه لي، يعتمد على ثلاث ممثلات ورايح للكوميك بلس كوميك، يعتمد ثلاث ممثلات هذوما، يحكي على راجل اللي يحب يتزوج باربع نساء، وحده اللي داير لها باش تربي له دراري، والاخرى اللي كاري عندها، والثالثه اللي عندها لا سوسيتي، والرابعه اللي ليترونجي اللي يعتمد على اللغو، وفينالمون النساء معيتك زوج نساء كيفيقوا به، هما اللي يحاوزوه، ماشي هما اللي يتحاوزوا، لكن هما لا ماحين يحاوزوه بطريقه كوميك بيان سور. يعني المعادله تنقلب في اخر المسرحيه، راح ان شاء الله نكونوا حاضرين في المسرح ونشاهدوا المسرحيه ان شاء الله. انت درتي لها الاخراج؟ انا الاخراج، والكاتب النص سيدي علي بوشافع، والممثلين عندي داليا تومي، عندي فاطمه، وعندي عبد الكريم لولاتي وكذلك. ان شاء الله راح نتابعوك ان شاء الله ونرافقوك في هذه المسرحيه ان شاء الله. عبد الغني كروي طالب بجامعه الجزائر 3 كليه تسيير واقتصاد، سنه ثانيه ماستر. نعم سنه ثانيه ماستر، وصانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. كيف تتعلم اللغه الانجليزيه؟ نعم من تسيير واقتصاد الى كيف تتعلم اللغه الانجليزيه. نعم هاو كامز How it comes. بدا كيما نقولوا شغل لحقت من الوقت تاعي نحب شيئين، تما نحب البزنس ونحب الانجليش ولا ذا سيم تايم، تما واش قاعد ندير؟ قاعد نسي نوفق بيناتهم. كيفاش وليد؟ تما نحب الانجليزيه شغل على اساس تعلمتها وحدي، تما تعلمت كيفاش ننطق، تعلمت كيف تعاملت بها، عملت بها، تما شغل الحق وقت وين وليت نتقنها بطريقه مليحه. والبيزنس قلت كنت نحبه، تما كان بسيف علي نقرا بيزنس في الجامعه، والهدف كان اني نسي نربط ما بين البيزنس والانجليش، وحتى الان دوكا كاين ناس يقراو شغل الانجليش فور بيزنس، يعني كيفاش معاملات البيزنس بالانجليزيه. جميل. وصناعه المحتوى بدات على اساس يعني وين الانسان يدير حاجه جديده، تقول يقدم اضافه في المحتوى الجزائري، يعني وين الشاب الجزائري كيدخل يشوف عفايس يتعلم. كانت ندير بزاف عفايس كما نقولوا فيديوهات تحفيزيه وتعليميه. واش كانوا يديموندي بزاف انجليزيه، الانجليزيه شغل الناس كاع حابه تعلم انجليزيه، قاعد نسي ندير دون فاسون كيما نقولوا ديفيرونت، ما حاجه ندير شغل حاجه سبيشال، حاجه ايزي اللي الناس تفهمها بكل سهوله، تما اللي يجي يشوف فيديو ما عندوش خبره في اللغه الانجليزيه يتعلمها. والحمد لله الناس عجبهم الحال وتلاقت رواج كيما نقولوا ومشاو للفيديو. صناعه المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تتعلم اللغه الانجليزيه؟ نعم. متى قلت هي دازنت ورك لايك ذات، لازم نتعامل بالطريقه تاع المتلقي؟ نعم نقول لك وقتاش هذه يا ولد.
كي تحب انك تلحق الميساج تعطي الشخص جزائري بطريقه انه كما يشوفوا في الفيديو زي ما نقولوا تاع لي زاميريكا ولا تاع لي زونغلي ولا نا هو كما نقولوا احنا الاودينس تاعنا كاع جزائريين تما لازم تفهموا بطريقه وين تدخلوا بالدرجه ديرها له شغل على اساس لغه بيضاء اكزاكت شغل حاجه اللي يعيش بها في حياته اليوميه تما شغل تعطي له كلمات اللي يسحقهم في افري داي انجلش لازم تنحي له العقليه تاع هاك احفظ زعما جرامر هاك قوانين احفظهم وديرهم وطبق وخلاص تما سيديرو ماكسيموم على طريقه سهله تما باش انسان كي يشوف يتعلم بلا ما هو حاب يتعلم شغل دي حاجه بزاف فاسيل صح صح هي قالت لك كريم تاكوش نستحقوا هيفا نحجزوا اماكننا باش نتعلموا اللغه الانجليزيه كيفاش نحجزوا اماكننا باش نتعلموا اللغه الانجليزيه عند عبد الغني I do speak English Yeah, I do. مقبلك أنا دوبغة الإنجليزية. She has a really good accent. But I don't practice it a lot because I don't have, I think, American friends or English talkers. أختبر معارفية باللغة الإنجليزية. هذه في النسخة في الموسم القادم إن شاء الله. في الجهة المقابلة محمد الأمين سليماني من المدرسة الوطنية العليا للمانجمنت ونائب رئيس نادي تكوين الكفاءات. ما معنى نادي تكوين الكفاءات ومتى تأسس؟ نادي تكوين الكفاءات هو نادي متواجد بالمدرسة الوطنية العليا يهتم بجميع الطلبة متواجدين بالقطب الجامعي قليعة تأسس منذ 6 أشهر يعمل على تنظيم تكوينات في مختلف المجالات خاصة في تعليم المهارات اللينة للطلبة لأنه كما نعرفوا البرامج التعليمية ولا المقاييس ما نلقاوش فيها بزاف حوايج اللي يسحقهم الطالب في أثناء ما يروح للوسط المهني مثلا كما نعطيك مثلا التواصل مهارة التواصل وأيضا نغطيه النقص في المقاييس التعليمية مثلا في اللغات المشكل مثلا أول اللي يعاني منه الطلبة الجزائريين هو اللغة اللغة الأجنبية إما فرنسية وإنجليزية احنا نقوم بتنظيم ورشات برامج في اللغه الفرنسيه والانجليزيه حقوه عبد الغني نعم حكيت معاه قبيله قلت له نديروا شراكه ان شاء الله شراكه ان شاء الله نعم ايضا حنايا نخدموا كيما نقولوا القيمه المضافه للنادي نتاعنا في الوسط الطلابي انه تاسسنا في مرحله كيما نقول لاكريس سانيتير وخدمنا دي فورماسيون ا ديستونس الازمه الصحيه نعم الازمه الصحيه ونظمنا دورات تكوينيه عن بعد معنى الطالب يسجل في الدوره التكوينيه عن بعد يقوم بالدورة التدريبية عن بعد والشهادة يستلمها أيضا عن بعد معناها هو في داره في لاكريز هو في داره ويتعلم رب ضرة نافعة إذا أختبر معارفي قواعد البرنامج تقول هيفا رحيم محمد الأمين سليماني ريم تاكوشت عبد الغني عندنا في المرحلة الأولى 10 أسئلة مشتركة بينكم بين زوج ثم فريق ألف وما فريق باء 10 أسئلة مشتركة نعطي لكم 60 ثانية 60 ثانية يجيكم بزاف هي دقيقة للتفكير والتشاور سؤال في 3 اقتراحات بعد استكمال 60 ثانية تعطوني الإجابة المرحلة الثانية كلمات ومعاني نشوف الكلمات على الشاشة نعطيكم 15 ثانية بعد ما نعطيكم الكلمة في جملة مفيدة نقرب لكم المعنى تعطوني معنى الكلمة المرحلة الثالثة اللي هي حروف وكلمات حروف وكلمات هي نعطيكم حروف مشتتة وتعطوني 3 كلمات من الحروف هذيك اللي حقوليها نسهلها لكم ثم المرحلة الأخيرة اللي هي من خلف الصورة نعطيكم صور في 20 ثانية تعطوني من خلف الصورة نبدأ هاكم جاهزين نبدأ مشاهدينا الكرام أختبر معارفي مع فنانينا وطلبتنا لكن بعد الفاصل من جديد أحييكم وأرحب بكم مشاهدينا الكرام أنتم تتابعون عدد جديد من برنامج أختبر معارفي ضيوفنا الكرام الفنانة ريم تاكوشت والطالب الجزائري والفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي بمحتوى كيف تتعلم اللغة الإنجليزية عبد الغني كروي الفنانة الجزائرية هيفا رحيم والطالب من المدرسة الوطنية العليا للمانجمنت محمد الأمين سليماني جاهزين نبدأ أول سؤال؟ نعم يلا أعطونا أول سؤال ويقول السؤال أول سؤال من هو أول شعب استخدم ساعة اليد؟ هل هو الشعب الهندي؟ الشعب الياباني؟ أم الشعب البريطاني؟ من هو أول شعب استخدم ساعة اليد؟ هل هو الشعب الهندي؟ أم الشعب الياباني؟ أم الشعب البريطاني؟ طوب كرونو سهلة جدا سهلة بالبزاف بدا معاهم سهلة شكون؟
من هو أول شاب استعمل ساعة اليد؟ الحين استكمال الوقت 33 32 31. من هو أول شعب بالعالم استعمل ساعة اليد؟ الشعب الهندي، الياباني أم البريطاني؟ في انتظار إجابة الفريق ألف والفريق باء. من هو أول شعب استعمل ساعة اليد؟ انتهى الوقت، أعطوني الإجابة. الشعب البريطاني. الشعب البريطاني. الشعب البريطاني. الشعب البريطاني. شوفوا الإجابة على الشاشة. والإجابة. الإجابة صحيحة، الشعب البريطاني. نقطة نقطة لكلا الفريقين. إلى السؤال الثاني، ويقول السؤال: ما هي المدينة التي يطلق عليها اسم مدينة الشمس؟ هل هي مدينة القيروان، مدينة بعلبك، أم مدينة الإسكندرية؟ ما هي المدينة التي يطلق عليها اسم مدينة الشمس؟ القيروان، بعلبك، أم الإسكندرية؟ توب كرونو. ما هي المدينة العربية التي يطلق عليها اسم مدينة الشمس؟ هل هي القيروان بتونس، أم بعلبك بلبنان، أم الإسكندرية بمصر؟ المدينة المعروفة باسم مدينة الشمس. مدينة الشمس. المدينة المعروفة باسم مدينة الشمس. القيروان بتونس، بعلبك بلبنان، أم الإسكندرية بمصر؟ 9 ثواني. المدينة المعروفة باسم مدينة الشمس هي، أعطوني الإجابة هيفا محمد. الإسكندرية. إسكندرية. 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 نتحقق من الإجابة على الشاشة، والإجابة خاطئة. المدينة المعروفة باسم مدينة الشمس هي بعلبك بلبنان. يلا 0-0. معلومة جديدة. عندكم نقطة نقطة وضيعتوا هذا السؤال. إلى السؤال الموالي، ويقول السؤال: ما هي اللغة التي يتحدث بها سكان النمسا؟ هل هي الروسية، الإسبانية، أم الألمانية؟ ما هي اللغة التي يتحدث بها سكان النمسا؟ هل هي الروسية، الإسبانية، أم الألمانية؟ توب كرونو. اللغة التي يتحدث بها الشعب النمساوي: الروسية، الإسبانية، أم الألمانية؟ ما هي اللغة التي يتحدث بها الشعب النمساوي؟ هل هي الإسبانية، الألمانية، أم الروسية؟ ما هي اللغة التي يتحدث بها الشعب النمساوي؟ اللغة التي يتحدث بها الشعب النمساوي ما هي؟ هل هي الإسبانية، الألمانية، أم الروسية؟ 15 ثانية متبقية. ما هي لغة الشعب النمساوي؟ اللغة التي يتحدث بها الشعب النمساوي هي، هيفا محمد. الألمانية. الألمانية. ريم. الألمانية. الألمانية. نتحقق من الإجابة على الشاشة. اللغة التي يتحدث بها الشعب النمساوي هي الألمانية، والإجابة صحيحة. إلى السؤال الموالي، ويقول السؤال: السؤال يقول: ما هو أطول نهر في العالم؟ ما هو أطول نهر في العالم؟ هل هو نهر الدجلة، أم نهر النيل، أم الميسيسيبي؟ ما هو أطول نهر في العالم؟
الدجلة، النيل أم الميسيسيبي؟ توب كرونو. ما هو أطول نهر في العالم؟ الدجلة بالعراق، النيل بمصر، الميسيسيبي بالمكسيك. أطول نهر في العالم هو، ما هو أطول نهر في العالم؟ أطول نهر في العالم هو، الاقتراحات: نهر النيل بمصر، الدجلة بالعراق، الميسيسيبي بالمكسيك. لحين استكمال وقت التفكير والتشاور ننتظر الإجابة من كلا الفريقين. انتهى. هيفا ومحمد. نهر الميسيسيبي. نهر الميسيسيبي. نهر النيل. نيل 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 نيل. النيل. نتحقق من الإجابة على الشاشة. أطول نهر في العالم هو نهر نهر النيل، والإجابة الصحيحة للفريق باء ريم وعبد الغادي. رقم 2-1. إلى السؤال الموالي، ويقول السؤال. السؤال يقول: ما هي أكبر المدن الأوروبية؟ ما هي أكبر المدن الأوروبية؟ هل هي مدينة باريس أم مدينة مدريد أم لندن؟ ما هي أكبر المدن الأوروبية؟ باريس العاصمة الفرنسية، مدريد العاصمة الإسبانية، لندن عاصمة المملكة البريطانية. وإلى وقت تفكير وتشاور. توب كرونو. ما هي أكبر المدن الأوروبية؟ هل هي العاصمة الفرنسية باريس أم العاصمة الإسبانية مدريد أم العاصمة عاصمة المملكة البريطانية لندن؟ ما هي أكبر المدن الأوروبية؟ هما في ثلاثة من أوروبا المدن هذه. المؤشر يقول أنهم مدن أوروبية، عواصم بلدان أوروبية. أكبر مدينة، يا هل ترى عاصمة الجن والملائكة باريس، مدريد إسبانيا، أم عاصمة المملكة البريطانية لندن؟ ما هي أكبر المدن الأوروبية؟ أكبر المدن الأوروبية، هل هي باريس، مدريد أم لندن؟ هيفا نبدأ بهم، معلش. ريم باريس. 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 دوك يقولوها باريس. لندن. ها؟ لندن. ونتحقق من الإجابة. أكبر مدينة أوروبية هي عاصمة المملكة البريطانية لندن. نقطة للفريق ألف ونقطة للفريق باء. إلى السؤال الموالي، ويقول السؤال. يقول السؤال: ما هو الحيوان الذي تنمو أذرعه عند قطعها؟ هل هو الأخطبوط، الفأر أم الفنك؟ ما هو الحيوان الذي تنمو أذرعه عند قطعها؟ هل هو الأخطبوط، الفأر أم الفنك؟ توب كرونو. الحيوان الذي تنمو أذرعه عند قطعها. الحيوان الذي تنمو أذرعه عند قطعها. الحيوان الذي تنمو أذرعه عند قطعها. ما هو الحيوان الذي تنمو أذرعه عند قطعها؟ هل هو الأخطبوط، الفأر أم الفنك؟ ما هو الحيوان الذي تنمو أذرعه عند قطعها؟ هل هو الأخطبوط أم الفأر أم الفنك؟ ما هو الحيوان الذي تنمو أذرعه عند قطعها؟ هل هو الأخطبوط، معروف أن احنا في الجزائر القرنية، الفأر أم الفنك؟ أعطوني الإجابة هيفا أمين. الأخطبوط. 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 أخطبوط. نعم.
إلى الإجابة على الشاشة، والإجابة تقول الحيوان الذي تنمو أذرعه عند قطعها هو الأخطبوط، والإجابة صحيحة. ثلاث نقاط، ثلاث نقاط. إلى السؤال الموالي، ويقول السؤال: ماذا تعني كلمة أوروبا؟ الأرض الواسعة، الأرض المقدسة، أم الأرض المباركة؟ ماذا تعني كلمة أوروبا؟ الأرض الواسعة، أم الأرض المقدسة، أم الأرض المباركة؟ إلى وقت تفكير وتشاور لكلا الفريقين. توب كرونو. ماذا تعني كلمة أوروبا؟ الأرض المباركة، الأرض الواسعة، أم الأرض المقدسة؟ ماذا تعني كلمة أوروبا؟ الأرض المقدسة، أم الواسعة، أم الأرض المباركة؟ الأرض المباركة، أم الأرض المقدسة، أم الأرض الواسعة؟ هي مقترحات السؤال حول ماذا تعني كلمة أوروبا؟ ماذا تعني كلمة أوروبا؟ الأرض المباركة، أم الأرض الواسعة، أم الأرض المقدسة؟ هل تعني كلمة أوروبا الأرض المقدسة، الأرض المباركة، أم الأرض الواسعة؟ أعطوني الإجابة هيفاء ومحمد. الأرض المباركة. أرض المباركة. أرض المباركة. أرض المباركة. الإجابة على الشاشة تقول: ماذا تعني كلمة أوروبا؟ تعني كلمة أوروبا الأرض الواسعة. وخطأ. راح تجيكم نقطة. الواسعة. إلى أنا نعود نطرح لكم السؤال دائما لكن ما نعطيكمش الإجابة. إلى السؤال الموالي، ويقول السؤال على الشاشة دائما: ماذا تعني كلمة عصامي؟ ماذا تعني كلمة عصامي؟ شخص ناجح، شخص تافه، شخص بنى نفسه بنفسه. إلى توقيت التفكير والتشاور. طب كرونو. نرجع للعب هكذا. ماذا تعني كلمة عصامي؟ شخص تافه، شخص بنى نفسه بنفسه. خلاص. أم في انتظار الإجابة من الفريق ألف والفريق باء. الفريق ألف متكون من الفنانة الجزائرية هيفاء رحيم والطالب بالمدرسة الوطنية العليا للمانجمنت محمد أمين سليماني، والفريق باء من الفنانة الجزائرية ريم تاكوشت والطالب الجزائري وصانع المحتوى العلمي المعرفي. كيف تتعلم اللغة الإنجليزية؟ عبد الغاني. ماذا تعني كلمة عصامي؟ ماذا تعني كلمة عصامي؟ ماذا تعني كلمة عصامي؟ هيفاء أمين. شخص بنى نفسه بنفسه. شخص بنى نفسه بنفسه. سيلف ميد. شخص بنى نفسه بنفسه. شخص بنى نفسه بنفسه. الإجابة على الشاشة. تعني كلمة عصامي شخص بنى نفسه بنفسه. تضاف لكم نقطة. والسؤال الموالي يقول على الشاشة طبعا: ما هي القارة الأصغر مساحة في العالم؟ ما هي القارة الأصغر مساحة في العالم؟ هل هي أوروبا، أستراليا، أم أمريكا؟ إلى توقيت التفكير وأتشاور. توب كرون. القارة الأصغر مساحة في العالم: أوروبا، أستراليا المعروفة بأوقيانوسيا، أم أمريكا؟ ما هي القارة الأصغر مساحة في العالم؟ أوروبا، أستراليا أو أوقيانوسيا، أم أمريكا؟ ما هي القارة الأصغر مساحة في العالم؟ هل هي أوروبا،
أستراليا أم أمريكا؟ عشرة ثواني للحين استكمال وقت التفكير والتشاور. ما هي القارة الأصغر مساحة في العالم؟ هيفا راحي محمد الأمين. أستراليا. 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 إلى الإجابة على الشاشة. القارة الأصغر مساحة في العالم هي أستراليا. ونقطة نقطة لكلا الفريقين. الفريق ألف والفريق باء. إلى السؤال الموالي. السؤال الموالي يقول: ما اسم أكبر صحراء في العالم؟ الصحراء العظيمة، الصحراء الجميلة، الصحراء الكبرى. ما اسم أكبر صحراء في العالم؟ الصحراء العظيمة، الصحراء الجميلة، الصحراء الكبرى. إلى توقيت التفكير والتشاور. توب كرون. الصحراء الجميلة، الصحراء العظيمة، أم الصحراء الكبرى؟ من بين هذه الاقتراحات، ما اسم أكبر صحراء بالعالم؟ ما اسم أكبر صحراء بالعالم؟ الصحراء الجميلة، الصحراء العظيمة، أم الصحراء الكبرى؟ في انتظار الجواب للفريق ألف المكون من الفنانة الجزائرية هيفا رحيم والطالب بالمدرسة الوطنية العليا للمناجمات محمد أمين سليماني، والفريق باء من الفنانة الجزائرية ريم تاكوشت وطالب بالجامعة الجزائرية 3 عبد الغني كريم. الصحراء الكبرى. الصحراء الكبرى. الصحراء الكبرى. الصحراء الكبرى. الصحراء الكبرى. إلى الإجابة على الشاشة. ما اسم أكبر صحراء في العالم؟ اسم أكبر صحراء في العالم هو الصحراء الكبرى. نقطة إلى كلا الفريقين. تعادل لحد الآن 7-7، فريق ألف والفريق باء. نواصل في هذه الحلقة أختبر معارفي في فقرة كلمات ومعاني، لكن فاصل ونواصل. إذن في فقرة كلمات ومعاني رايحين نشوف كلمات، انتما ثلاث كلمات وهما ثلاث كلمات ماشي مشتركة، يعني انتم تجاوبوا هما يجاوبوا كل على حدة. تعطوني معنى الكلمة، بعد ما نعطي لكم الكلمة في جملة مفيدة نقرب لكم المعنى. تبدأ 15 ثانية للتفكير والتشاور وتعطوني معنى الكلمة. إلى الكلمة الأولى. ماذا تعني كلمة الودق؟ الجملة تقول: كان يوما مليئا بالودق. 15 ثانية توب كرونو. ماذا تعني كلمة الودق؟ ماذا تعني كلمة الودق؟ ريم. المطر. المطر والإجابة صحيحة. نقطة للفريق باء. هيفا محمد الأمين إلى الكلمة الموالية. ماذا تعني كلمة وابل؟ ماذا تعني كلمة وابل؟ كان يوما فيه الوابل كثير. 15 ثانية توب كرونو. كان يوما فيه الوابل كثير. هيفا محمد أعطوني الإجابة. الوابل. السيل. السيل نقدر ونحتسبها إجابة صحيحة لأنه المطر الغزير المطر. والإجابة صحيحة. ريم عبد الغني إلى الكلمة الموالية. ماذا تعني كلمة القيظ؟ ماذا تعني كلمة القيظ؟ كان يوما فيه القيظ كبير. إلى
15 ثانية توب كرونو. القيظة، ماذا تعني كلمة القيظ؟ حرارة مرتفعة. حرارة سخانة. القيظ مرتفعة. مرتفعة. سخانة القيظ كثير. أو الحرارة الشديدة. الشديدة. كل إجابة صحيحة. إلى الكلمة الموالية لمحمد الأمين سليماني وهيفاء رحيم، ماذا تعني كلمة ديجور؟ الديجور، ماذا تعني كلمة الديجور؟ سرت في ذاك الديجور الكبير. إلى توقيت التفكير والتشاور طب كرونو. سرت في ذلك الديجور الكبير. سرت في ذلك الديجور الكبير. أعطوني الإجابة هيفاء. محمد. شارع. 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 شارع أو طريق. الديجور تعني الظلام. إلى الكلمة الموالية ريم تاكوشت وعبد الغني، ماذا تعني كلمة حيفا؟ ماذا تعني كلمة حيفا؟ كان زمنا مليئا بالحيف فيما مضى. إلى توقيت التفكير والتشاور توب كرونو. ماذا تعني كلمة حيف؟ أعطوني الحياة الجميلة. الحياة الرغد. في المشرق العربي يقولوا يا حيف. يا حيف. الحيف يعني الظلم أو الجور. إلى آخر كلمة لهيفاء رحيم ومحمد أمين سليماني، ماذا تعني كلمة أفل؟ ماذا تعني كلمة أفل؟ الجملة تقول أفل فلان أفل. طب كرونو، ماذا تعني كلمة أفل؟ ماذا تعني كلمة أفل؟ أعطوني. غاب. غابة. 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 غابة وغادر والإجابة صحيحة. أطلقين روحكم. يلا إلى فقرة ترتيب الحروف والكلمات التي لها نفس الحروف، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، انتم تتابعون هذا العدد الجديد من برنامج اختبر معارفي. ضيوفي الكرام الفنانه الجزائريه ريم تاكوشت والطالب الجزائري وصانع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي والناشط في الحركه الجمعويه عبد الغني كريو، والفنانه هيفاء رحيم والطالب المدرسة الوطنية العليا للمانجمنت ونائب رئيس نادي تكوين الكفاءات محمد الأمين سليماني. راح نعطيكم الآن ورقة وقلم. ورقة وقلم. فقرة ترتيب الحروف. هذه الفقرة راح نديروا قرعة ونجبد لكم واحدة منها. مثلا نعطيكم مثال، مثال بسيط. مثلا عندك ضاد فاء راء. لا 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 هذا مثال فقط، هذا مثال فقط. ضاد فاء راء. الكلمات اللي تقدر تكون بهذه الثلاث حروف. ظفر فرض رفض. نبدأ معكم ريم تاكوشت عبد الغني، بعدها بعد ما نقرأ عليكم الحروف تدونوها نعطي لكم دقيقة تفكير والتشاور وتكونوا لي ثلاث كلمات. واو لام حاء. طب كرونو.
واو لام حاء. ثلاث كلمات لازم تكونهم، وإذا زدت الرابعة راك سابق زمانك. واو لام حاء، لازم تعطيني ثلاث كلمات. تخطئ في واحدة ما تخش العالم الكاملة. ثلاث كلمات من ثلاث حروف، واو لام حاء، ما بقالكش بزاف. في خلاص الوقت تعطيني الإجابة. تفضل عبد الرحمن. حلو وحل وحول. حول. هاك زدت الكلمة الرابعة. أنا عندي هنا وحل. نعم. لوح. حلو. لوح. وحول. لوح ثاني. أعطونا تحية لريم تاكوس. نقطة تضاف لكم. يلا هيفا رحيم محمد الأمين سليماني. شكون يكتب؟ تي. أها. باء لام قاف لام. طوب كرونو. اصبر شيء تاليا. باء لام قاف لام. طوب كرونو. باء لام قاف لام اخرى. أربعة حروف. باء لام قاف لام. باء لام قاف لام. تكونوني منهم ثلاث كلمات. إذا زدت الرابعة مرحبا بها. تضاف إلى أختبر معارف وإلى بنك المعلومات. باء لام قاف. باء لام قاف لام أخرى. أعطيني الإجابة هيفا. لقب. قلب. إيه. بلق. بلق. بلق بمعنى؟ كاش بلق. 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 كاش. ما كاش. ما تعطيني. أصبر. لا خلاص الوقت. خلاص الوقت. لا لا كلمة أخرى لقينا. خلاص كتبتيها كلمة أخرى. بلق. نتحقق. أعطيني شوف. أعطيني شوف. كوشيتها. كوشيتيها. يعني ما تحسبش راحت لك العالم. قلت قبل. ريم تاكوش. نعم. عبد الغني إلى الكلمة الموالية. يلا. باء قاف لام. طب كرونو. باء قاف لام. باء قاف لام. راكم مجتهدين انت. بالخفا. ولا بالك باء قاف لام. ما هي الكلمات التي تكونها الحروف باء قاف لام؟ باء قاف لام. ما هي الكلمات التي تكونها الحروف التالية باء قاف لام؟ تفضلي ريم تاكوش تعطيني. أعطيني. زير زيرو زيرو اثنين شرب شوية ملالة. تفضلي أعطيني الإجابة. لقب قبل وقلب. وقلب. عوديني. لقب قبل وقلب. قلب. صحيح. الإجابة صحيح. عود الحروف. كل بحق الحق. يلا هاي فرحين. عود الحروف. محمد الأمين. تعودوا. ما فهمتش. يلا شكون يكتب؟ هي. درتها قبل. قاف. قاف. ياء. ياء. باء.
راء طب كرونو. ما هي الكلمات التي تكونها الحروف التالية؟ قاف ياء باء راء. ما هي الحروف ما هي الكلمات التي تكونها الحروف التالية؟ قاف ياء باء راء. مازال عندكم وقت. سهلة سهلة بزاف هذه. قاف ياء باء راء. ما هي الكلمات التي تكونها الحروف التالية؟ قاف ياء باء راء. أربعة ثلاثة اثنان واحد. يلا هيفا. أتفضل محمد. قريب. نعم. رقيب. نعم. وبريق. والإجابة صحيحة. يلا إلى آخر. بسم الله. آخر. شكون يكتب؟ هو. بي رابيد. سين. لام. عين. طب كرونو. ما هي الكلمات التي تكونها الحروف التالية؟ سين لام عين. ما هي الكلمات التي تكونها الحروف التالية؟ سين لام عين. سين لام عين. ما هي الكلمات التي تكونها الحروف التالية؟ سين لام عين. إذا لقيت الكلمة الرابعة مليح. كاين ربعة. كاين ربعة. كاين ربعة. الله. خمسة. رجعوا دروسهم. زيد الخمسة. وعبد الغني. زيدوا خامسة. يلا أعطيني. عسل. سعالة. سلع. ولا ساعة. لا ساعة. صحيحة. يلا. ما تحبطنيش يا وليد. عندك شكون يكتب تيا؟ خليه يكتب. يلا محمد. ياء حاء راء ميم. ياء حاء راء ميم. طب كرونو. حريم. ثلاث كلمات تكونها الحروف التالية. ياء حاء راء ميم. ما هي الكلمات التي تكونها الحروف التالية؟ ميم راء حاء ياء. أو من اليمين إلى اليسار. ياء حاء راء ميم. عدنا وادي ثاني. أطردكم. ما هي الكلمات التي تكونها الحروف التالية؟ ياء حاء راء ميم. سهلة نوعا ما. ما هي الكلمات التي تكونها الحروف التالية؟ ياء حاء راء ميم. يلا ما بقاش الوقت. هيفا محمد. أقرأ لي محمد إيش كتبت؟ حريم. حريم. رحيم. رحيم. مريح. شوفها مريح. مرحي. 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 ويمرح. مرحي. يمرح. ويمرح. مرح. والإجابة صحيحة. نتوقف مع هذا الفاصل ونواصل مع فقرة من خلف الصورة. ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام أنتم مع الفقرة الأخيرة قبل إعلان النتائج من حلقة برنامج أختبر معارفي. ريم عبد الغني هيفا محمد. عندنا فقرة من خلف الصورة. أنتم عندكم ثلاثة صور. هما ثلاثة صور في 20 ثانية
خذوا وقتكم واكتشفوا لنا من خلف الصورة. نعم. مدوا لي الإجابة بعد اكتمال الوقت ونروح نشوفوا في الصورة كي تعاود تتسجل. تتسجل. اوكي. إلى الصورة الأولى. من خلف الصورة؟ من خلف الصورة؟ من خلف الصورة؟ من خلف الصورة؟ ريم تاكوشت عبد الغني. من خلف الصورة؟ احنا نقولوا اعطيني الإجابة ريم. أمير عبد القادر. أمير عبد القادر. نعم. نتحقق من الإجابة. والإجابة الإجابة صحيحة. الأمير عبد القادر. إلى الصورة الموالية. هيفا رحيم محمد أمين سليمان. من خلف الصورة؟ من خلف الصورة؟ من خلف الصورة؟ هيفا رحيم واحد أمين سليماني. قبل ما يخلص الوقت معليش أعطوني من خلف الصورة. رياض محرز. مايسترو رياض محرز. مايسترو رياض محرز. أعطوني الإجابة والإجابة صحيحة. إلى الصورة الموالية. ريم تاكوش عبد الغاني. من خلف الصورة؟ من خلف الصورة؟ من خلف الصورة؟ ماشي بسمها. من خلف الصورة؟ من خلف الصورة؟ من خلف الصورة؟ أعطيني الإجابة ريم تاكوش. كاتبة. كاتبة هي كاتبة. أحلام صغنمي. أنا. نتحقق من الإجابة. أعطيني الإجابة. أحلام صغنمي. أعطوني الإجابة. التردد يقتل النجاح. أعطوني الإجابة. عينيها عينيها لما. الكاتبة الجزائرية والروائية العالمية أحلام صغنمي. إلى الصورة الموالية. هيفا رحيم ومحمد أمين سليماني. من خلف الصورة؟ من خلف الصورة؟ من فضلكم سكوت في البلاطو. من خلف الصورة؟ بعد شوف هاك. من خلف الصورة؟ تفضلي هيفا رحيم. من خلف الصورة؟ من خلف الصورة؟ نقول بانت لي نقدر نقول. من خلف الصورة؟ تفضلي هيفا. عثمان بن داود. عثمان بن داود. نتحقق من الإجابة على الشاشة وهو الأديب والكاتب الجزائري السيد أمين الزاوي. أمين زاوي. أمين زاوي. الله عنده منا. إلى الصورة الأخيرة لريم تاكوشت وعبد الغني. من خلف الصورة؟ من خلف الصورة؟ واسمها؟ المؤشر يقول أنها أول وزيرة في تاريخ الجزائر المستقلة، أديبة جزائرية كبيرة. كلما التقيناها إلا وغادرنا إلى عوالم أخرى بفضل ثقافتها التي لا ضفاف لها. أعطني ريم تاكوش. أعطني إجابة ريم. نسيتها نسيتها نسيتها. مجاهدة يا مجاهدة مجاهدة مجاهدة. مجاهدة. نسيتوها ما كانش إجابة. هي هي خلاص الوقت. هي الأديبة الجزائرية سيدة زهور والنيسي. تحية كبيرة لي سيدة زهور والنيسي الكاتبة الجزائرية والأديبة. إلى الصورة الموالية. هيفا رحيم ومحمد أمين سليماني. الصورة الموالية. من خلف الصورة؟ من خلف الصورة؟ من فضلكم سكوت في البلاطو. من خلف الصورة؟ 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 محمد أمين. هيفا رحيم أعطوني أعطني إجابة. ما عرفتش مين مين. هي الأديبة الجزائرية والكاتبة السيدة ربيعة جلطي. جلطي مرت أمين زاوي. السيدة ربيعة جلطي. تحية لها لي السيدة ربيعة جلطي الأديبة والكاتبة والروائية الجزائرية. خلصنا الفقرات. نعم. نعاود نطرح السؤال لحين وجود أو لحين ظهور النتائج. ريم تاكوشت، فيه كثير من الفنانين الجزائريين يقول لك أنه المسرح سهل مقارنة بكاميرا السينما وكاميرا الدراما. فيه كثير اللي يقول لك أنه كاميرا السينما أصعب من كاميرا الدراما والمسرح. فيه اللي يقول لك أنه كاميرا السينما وكاميرا الدراما يعني تباين بين الآراء. أنت اليوم كريم تاكوشت تشوفي أنه المسرح صعب مقارنة
مقارنة بكاميرا السينما وكاميرا دراما أو العكس؟ أنا نقول باللي كل واحد والذوق تاعو، كل واحد في الخشبة فوق الخشبة أنك تواجه الجمهور تاعك. السينما كذلك نقول لك باللي وعرة كذلك، لأنه السينما تعتمد على الإحساس، لأنه السينما كل ما هو كبير معناتها لي فراكسيون معناتها حاجة دوغيان دو تو السينما تحكمها لك، معناتها لازم تكون في الإحساس تاعك، الإحساس الداخلي التفاصيل لازم يكونوا جوست. وهذه ماشي مثال. وكاين للناس اللي تنجح في السينما وما تنجحش في المسرح، وكاين ينجحوا في المسرح وما ينجحوش في السينما، كاين كبار الفنانين نجحوا في المسرح وما تنجحوش في السينما، كاين ينجحوا في السينما ما تنجحوش في المسرح، كاين التلفزيون كذلك. انا بالنسبه لي التلفزيون كذلك، لكن كل وحده فيها والميزه تاعها، كل وحده فيها لو شارم تاعها. وبالنسبه لي الثلاثه عندهم ذوق رفيع. صحيح. نفس السؤال لك هيفاء رحيم لكن مغاير. هيفاء رحيم اليوم لو خيروك بين كاميرا السينما وكاميرا الدراما، هيفاء رحيم وين تلقى روحها؟ نلقى روحي في لي دو، لي زوج نلقى روحي فيهم، باسكو لي زوج نبغيهم، نبغي لي فيلم سينما ومسلسلات دراميه بعد داك ما نتفرج. دونك ما نقدش نخير، ما نليميتيش روحي في الاختيار، دونك جو بونس نديرهم للزوج. شكون النسبه تاعو طالعه اكثر، دراما ولا السينما؟ حسب الدور. يعني شكون اللي صريح، السينما ولا الدراما؟ للزوج. للزوج. للزوج، ما قدش نقول لك قطعية. حاجة قطعية. عبد الغني، اليوم صناعة المحتوى العلمي المعرفي على مواقع التواصل الاجتماعي، أنت اليوم كطالب وصانع محتوى علمي معرفي على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أي مدى ترى أنه مهم؟ نعم. نبدا لك بالاسم تاع كيفاش جاني الفكره باش سميت المواقع تاعي كيفاش كان والد، سميته على اساس غانو موتيفيت يو. شغل الاسم اللي يقولوا لي في الحي هو غانو، غانو موتيفيت يو يعني غانو يحفزك. على واش يحفزك؟ يحفزك على تعلم اللغه الانجليزيه، على تعلم المهارات اللينه كما قلنا بابليك سبيكينغ يعني التحدث قدام الملأ، ولا كوميونيكيشن يعني التواصل بصفه عامه. واللغه الانجليزيه لاني اساس مدرس لغه انجليزيه ايضا، تسمى حاجه اللي نعلم بها الاشخاص. كما قلت البوفار تاع مواقع التواصل الاجتماعي والد انه تلحق بزاف ناس، يعني في عد ما انك تقري ناس قدامك وتعلم ناس اصدقائك فقط ولا تلحق عندك البوفور تقيس بزاف ناس، يعني وناس ما شوفوا معاك ما شوفوا في بلاد واحده، تسمى تلحق وين تاثر فيه وتعلمه وتزيد له حاجه في حياته، يعني هذا هو كان الهدف. جميل. محمد امين سليماني، اليوم كنائب رئيس نادي تكوين الكفاءات، النشاطات اللي قمت بها مؤخرا واللي رايحين تنظموها في قادم الايام ان شاء الله. كما قلت لك من قبل، نادي تكوين الكفاءات يعمل على تنظيم تكوينات لفائدة الطلبة، وأيضا مؤخرا يقوم بتنظيم الأحداث في مختلف المجالات. قمنا بأكثر من 30 تكوين في المجالات مختلفة، أيضا عدة أحداث. رانا نحضروا في حدثين كبيرين على المستوى الوطني. الحدث الأول اللي هو بولاية تيبازا، سي ستارت اب داي بمدينة القليعة، اللي راه تحت اشراف وزاره المنتدبه تاع الاقتصاد المعرفي والشركات الناشئه. راح يكون فيه عرض لحاملي مشاريع شباب. جميل. ايضا مناقشات حول بيئه الاعمال في الجزائر، يعني برنامج ثري ومختلف. نعم، ان شاء الله راح نرافقكم أيضا في حل بتغطيه اعلاميه من قناه ان شاء الله. تفضل. ان شاء الله. الحدث الثاني اللي هو حدث وطني، اللي هو القافلة الوطنية تحت اسم شاب فكرة، قافلة في مجال المقاولاتية. هذه القافلة راح تجوب 17 ولاية. نحن كنادي تكوين الكفاءات سنساهم في تنظيم هذا الحدث بشراكة مع شركائنا إن شاء الله. البداية راح تكون من مدينة بومرداس يوم 3 جويلية إن شاء الله، والنهاية راح تكون في 30 اكتوبر بالعاصمه ان شاء الله. كل التوفيق لكم ان شاء الله، ونرافقكم اعلاميا باذن الله تعالى بتغطيات من قناه المعرفه. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، فاصل ونكتشف مع بعض النتائج. الى النتائج للفريق الف والفريق باء. النتائج على الشاشه، الفريق ألف ب 12 نقطة والفريق باء ب 14 نقطة. مبروك كريم كاكوش وعبد الغني. هدية تقدمها لكم قناة المعرفة. قبل ما نعطيكم الهدية كلمة أخيرة، تفضلي ريم.
نقول بلي الجمهور تاعي اللي يستنى المسرحيه قلنا حندير فيها لا تورني ان شاء الله عبر التراب الوطني سي بور تري تري بيانتو وال جو في بارطاجي في الفيسبوك ان شاء الله ونقول لهم كاع لي دات وكاع عام راح يكونوا ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم الصحه في معهد ان شاء الله. عبد الغني تفضل. شكرا سي ضافه اخي وليد وصافي بليزير ايميسيون بزاف شابه نتعلموا حاجه كولتيغال اي تو لا صافي بليزير. اهلا وسهلا هيفا رحيم كلمه اخيره. نقول لكم شكرا على الاستضافه ودائما نتشرف بالحضور معكم وشكرا على هذه البرامج الجميله القيمه اللي دائما تكون ثقافيه ولا نتشرف بها. اهلا وسهلا. محمد الامين تفضل. استاذ وليد نشكرك على الاستضافه نشكر كل طاقم القناه البيبليك ثاني من هذا المنبر نقدم تحياتي لكل اعضاء نادي تكوين الكفاءات وكل طلبه المدرسه الوطنيه العليا للمانجمنت. شكرا شكرا جزيلا شرفتموني في هذا العدد. مشاهدينا الكرام نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله بعدد جديد من برنامج أختبر معارفي مع ضيوف آخرين فنانين وطلبة يختبرون المعارف حول عديد المجالات. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحية الفريق العامل معي وتحياتي أنا وليد حميش. إلى اللقاء.